يشكو أهالي محافظة بابل من توقف أعمال مشروع تبطين وتطوير شط الحلة الذي ينتظره الأهالي منذ ما يزيد على سنة، وأثر تأخر إنجازه سلبا على سير الحياة في المنطقة. صار تقريبا فوق السنة، لحد الآن ما كمل. كانت عندنا حديقة الكبار نقعد بين نتنفه فيها في الجو الصيف شتاء، يعني فالشي حلو من نشوف محافظتك حلوة. ثاني شيء يعني هسه اكثر شيء الزبل اللي يرموها اغلب العاملين. نطالبنا الحكومه خاصه محافظ بابل رئيس بلديه بابل بان يعيد تاهيل كورنيش الحله مثل ما كمل كورنيش حي الصحه، يرجع يكمل الكورنيش لحد ما اوصل البابل حسين، من بابل حسين الى جسر الاطباء. والى جانب التاخر بانجاز مشروع تبطين وتطوير الشط، يشكو الأهالي الإهمال الحكومية في تنظيف الشط من الأوساخ. يعني المفروض أن الدولة تهتم به، لأن هو هذا يعتبر شط يعني رئيسي للمحافظة، فنرجو من الاهتمام يعني الدولة وتبطينه وتابع هذه الشغلة الإنقاذ بأوساخ يعني بهذا القصب، يعني نرجو من الدولة الاهتمام به وين تبطنه، لأنه هو يصب المصلحة العامة. وتبرر الجهات الحكومية المعنية توقف أعمال المشروع بنقص التمويل، إلى جانب تعارضات أعاقت حركة الآليات. بسبب وجود هذه التعارضات اللي تعيق من حركة الآليات مثل الأعمدة الكهربائية والأسلاك، كذلك وجود أنابيب ما تمتد موازاة مجرى شط الحلة، أيضا سبب التوقف هو التخصيص المالي وفتح الحساب المستندي للمصرف لغرض استيراد الشيت بايل. تبطين وتطوير شط الحلة أحد مئات المشاريع التي توقفت في العراق منذ عام 2003 بسبب الفساد والإهمال الحكومي الذي يتفاقم يوما بعد آخر.